السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ يعني بالنسبة لي التسجيل الصوتي لمحاضرة الـ Anesthetic Considerations about Caesarean. هنا مثل الـ Obesity رسمت لكم البادي حتى تسهل علينا سهولة حفظ الـ Considerations، شنو الأمور اللي نخليها ببالنا. أول شيء هي بصورة عامة شبيهة Obesity، فنخلي ببالنا كل مشاكل الـ Obesity بالـ GA والـ Physiological Changes مع الـ Obesity بحد ذاتها. نجي نبدي نقطة نقطة. أول شيء بالنسبة لي الماوث، إيش بالماوث؟ هنا عندنا لارج تانج راح يصير عندها، وصير عندها إديما خصوصا أم الضغط، فهذا إيش راح يخلي بانا؟ يخلي بانا difficult airway. إحنا كل شيء نفسره، لما أنا مو بس أحفظها أقول لارج تانج وخلاص، لارج تانج وإديما معناها difficult airway راح تسوي أواجه بيها مشكلة. نيك ماكو هماتين مثل الأوبيز، شنو معناها؟ شورت نيك عادة. زين شكو بعد عندنا بالنيك؟ هماتين الهايبوثايرويد، يعني كلمة تحكي على obesity. فبالنسبة للشورت نيك همات ينتجي ويا الديفيكولت ايروي مانجمنت، وبالنسبة للهايبوثايرويد ايش راح تسوي لي؟ تسوي لي مشكلة الديلي ريكفري. زين شورت نيك وديفيكولت ايروي هماتين، فصارنا اكثر من عامل مال ديفيكولت ايروي. اوكي هسه ننزل جوا. بالنسبة لللانج، اللانج ايش راح يصير بيها؟ يصير بيها فيزيولوجيكال تشينجز، اللي هي عندنا التايدل فوليوم راح يكون فيكس. زين الريسبيراتوري راح تزيد والفانكشن ريزيدوال كاباسيتي راح تقل. زين ليش راح يزيد الريسبيراتوري ريت؟ ليش؟ لانه البيزك ميتابوليك ريت راح يزيد، لانه الاوتو كونسبشن راح يزيد. زين واللي انضمه من ضمن مشاكل الكارديوفاسكولار، من ضمن مشاكل الهارت. زين فعندك الكارديو البيزك ميتابوليك ريت راح يزيد والاوتو كونسبشن راح يزيد، وعندنا التايدل فوليوم هو اصلا فيكس، فشو راح نعوضه؟ نزيد الريسبيراتوري ريت، وبالتالي راح تكون مو كافيه، وهي اصلا فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي مالتها راح تقل. زين صح هو حجم اللانج تحاول يعني الزايدة، ويعني كل أعضاء الجسم تتضخم حتى الكلى حتى غيرها، بس عندنا مشكلة الـ FRC تكون قليلة. بالإضافة لهذا عامل الجي اي إذا أنطيناها تخدير عام. زين بالنسبة لي الكارديو فاسكولار إيش راح يصير عندنا؟ قلنا الهارت ريت راح يزيد والكارديك أوتبوت راح يزيد، على مود شنو؟ حتى يعوضون الأوتو كونسبشن ويعوضون اللي راح ياخذ البيزك ميتابوليك ريت. لما نقول اكو اوتو كونسبشن هواي، يعني شنو؟ لما نقول اكو استغلال يعني استهلاك للاكسجين هواي، شنو معناها؟ معناها راح يصير هماتين عندنا هايبوكسيا، اي سي هايبوكسيا. بالاضافه الى هذا ممكن يصير عندهم الضغط، تعرفون ضغط الحمل، بريجننسي انديوس هايبرتنشن، بري اكلامسيا واكلامسيا، هواي تسميات هو له، كل تسميه لسبب معين. فبالنسبه لي الفكره مالتها انه راح يسوي لنا ضغط، حال حال اي ضغط هذا مشكله بحد ذاته، ويسوي لنا مشكله الكونفولشن، مشكله الفت الشمره قد المره احتمال تجيك هي انكونشس صارت العمليات. اوكي شلون تتعاملوا وياها؟ نجي هسه بالنسبه للاستومك. استومك ايش بيها؟ هماتين فول استومك، من جماعه الفول استومك. هسه كلمه تحكي على اوبيزاني. زين فيصير عندنا الاسبيريشن بسهوله، لانه الفوليوم مالتها يزيد، الاسيديتي مالتها تزيد، مدفوعه من قبل اليوترس والابدومينال كونتنت. زين ايش راح نخلي ببالنا بالاسبيريشن؟ خلي ببالنا احنا نخلي ببالنا انه الرابيد سيكوز اندكشن بالجي اي. اوكي الرحم ايش بيه؟ الرحم بيه شغلتين، الشغله الاولى انه احنا دا نتعامل ويا تو سبيريتس، والشغله الثانيه شوفوا هذا الانفيرير فينا كافا راح يسوي لنا البوستورال هايبوتنشن. البوستورال هايبوتنشن ترى هو نفس السوباين هايبوتنشن، من ينام المريض السوباين يقوم يعني العفو يصير ضغط على الرحم، يصير ضغط على الرحم لما يكون نايم، يعني السوباين ضغط الرحم العفو على الانفيرير فينا كافا راح يقلل لنا وصول الدم للهارت. زين وبالتالي يصير مرات يصير سيفير هايبوتنشن ومرات يسوي ديث قلت لكم. فاحنا هاي شلون نحلها؟ نحلها بالتلتنج، لما نريد نعطي اندكشن راح تكون المريضه سوباين نايمه، ما لها علاقه هي سوباين، واحنا نسوي تلتنج للكاوتش، نعوجها يعني تلت الكاوتش للليفت وللاترال سايد حتى نبعد الرحم على الانفيريور فينا كافا. اوكي النقطة الثانية بالرجل ايش راح يصير عندنا؟ أكثر شيء يصير عندهم الدي في تي، يصير عندهم دي فين ثرومبوسيس، وبالتالي مشاكل الثرومبوسيس، وبسهولة تنقل الثرومبوس منها وتروح لللانج وتروح للهارت وتروح للبرين وتسوينا مشاكل الاسكيميا. أوكي فهسه ايش عندك هنا؟ عندك اوبيسيتي، عندك جي اي، عندك مريضنا سوباين، عندك فيزيولوجيكال تشينجز خصوصا بالريسبيرتوري، كلها هاي عوامل ايش راح تقلل لي؟ راح تقلل لي الاف ار سي فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. إذا أريد نجي نكتبها ككتابة حتى يعني هسه حفظناها هاي كرسم، كأنما تقريبا مثل الأوبيز، بس عندك مات الانفيرير فين كافا، هم حتى الأوبيز ترى لما تطيجي هم وكأنصر تذكرون. زين
وبس عندك هنا الرحم مشكلته، عندك التاد الفوليوم يكون فيكس، الاف ار سي هم مثلها قليله، الريسبيرتوري ريت هم ماتيه مثلهم تقريبا نفس شو اسمه الاوبيز، لان هي تصير اوبيز بس مرات لا تشوف هي مو اوبيز البنيه رشيقه وكذا، بس هي مشكلتها بال شو اسمه يعني البوستر هايبرتنشن سرعتها والفيزيولوجيكال تشينجز. نسيت نقطه بالنسبه لي الكارديو فاسكولار سيستم، عندنا الانيميا، الانيميا اللي هي شو نسميها الفيزيو، يعني هي اما تجيك هي انيميا لانه ما تاكل زين زين، يا اما تكون فيزيولوجيكال يا اما يعني فيزيولوجيكال انيميا. شنو الفيزيولوجيكال انيميا؟ هي يعني شو اسمه البلازما فوليوم يصير دبل، الكونتنت مالته تكون تبقى كما هي، الار بي سي الاتش بي يبقى كما هو بس البلازما فوليوم يصير دبل. اوكي فاما تجيك هي فيزيولوجيكال انيميا او تجيك هي اني وفوقها هي تجيك اصلا انيميا، فايش راح يصير؟ هذا عامل ثاني للهايبوكسيا. فاستعدنا الفيزيولوجيكال تشينجز هي تشمل الريسبيراتوري سيستم والكارديو فاسكولار سيستم، البوستيرال هماتين هايبوتنشن والجي اي تي اسبيريشن. وبالنسبه لي الايرواي شنو خلي بالنا؟ ديفيكالتي بالايرواي مانجمنت اللي هي اوبيسيتي، بسبب الاوبيسيتي بسبب الاديما اللي من ضمنها اللارج تانك، وبسبب اللارج بريست، البريست شبي لارج مرات نحتاج الى ندفعه، واحد يدفع لنا اياه واحنا نخلي اليوتيوب. اوكي بالنسبه للميديكال ديزيزز اكثر شيء عندنا بريجننسي انديوس هايبرتنشن، وعندنا ايضا الدايبيتك زين، اكو هماتين بريجننسي انديوس دايبيتك وهماتين اكو يعني هي اصلا تجيك تايب 1 المريضة وتاخذ انسولين. هسه عندنا شنو الكونسيدريشنز وذ سيزيريان؟ شنو الاهم شيء الشغلات اذر كونسيدريشنز غير هسه الفيزيولوجيكال اللي ذكرناها وغير الاير واي والميديكال ديزيزز وهذه؟ شو راح يجيب بالك؟ الاويرنس، الهاي باعوا هاي النقطه المربعه الاويرنس والاوبيسيتي ومشاكلها كم هذا المحاضره، والهيموريج اللي يصير، والديفيكالت ايرواي مانجمنت، وايضا نضيف بالنسبه ليش ما قلت الاسبيريشن؟ لانه الاوبيسيتي هي راح تشمل لنا مشكله الاسبيريشن زين، وبالتالي الاسبيريشن وبالتالي الديفيكالت ايرواي يعني هي راح تكون سببهن كلهن. اوكي بالنسبه لي الاويرنس شنو يعني؟ هو وعي، راح تسوي ريكول للميموريز زين. شنو السبب؟ اولا الفيميل راح تكون انستريس، تختلف عن هذه راح تجيب خايفه كذا زين، البيزك ميتابوليك ريت والاوتو كونسبشن يكون كلش عالي، احنا الانستيك ايجنتس راح نعطيها قدر الامكان نقللها حتى ما تعبر للطفل. هاي احنا دا نحكي ترى بالجي اي، انا ذاك قلت لكم يعني ذيك هي عباره عن مانوفر بالنسبه للريجنال، ونتعلمها او ما نتعلمها او كذا يعني هي حسب المكان راح نشتغل به مو مشكله، بس احنا هسه احنا دا نحكي مشاكلنا راح تكون بالجي اي. سيديشن ما راح نستخدم زين لحد ما يطلع البيبي، until delivery of the baby زين. فعلاجها هي شنو؟ تخلي ببالك لما تهاي هشك تحفظ awareness، علاجها هي نحاول قدر الإمكان نستخدم النيتروس أوكسايد اللي هو هماتين كأنالجيسك سيديتيف، هماتين راح يقلل لنا anesthetic requirement، وهماتين ويقلل لنا complications مالتهم، يعني عبارة عن فد غاز يدخل ويا الأكسجين زين. هسه نجي why any cesarean is emergency، دائما خلي ببالك حاول قدر الامكان لا تأوف القيصرية قدر الامكان، لانه انت القيصرية باي لحظة تتحول الى emergency. why هسه نقول ليش why؟ any normal vaginal delivery ممكن تتحول الى cesarean باي لحظة، any elective وحدة على اساس باكر او الاسبوع الجاي عملية ممكن تتحول باي لحظة، الطفل يتعب تقل حركته، الام تنشمر سرعته شمرة مع الضغط، السكر يقل كذا وهكذا زين. النقطة الثانية انه هي البليدنج باي لحظة المريضة تتعرض الى النزف، النزف اللي هو يكون ما قبل الولادة او ما بعد الولادة، الانتي بارتم هذا قبل الولادة، بوست بارتم بعد الولادة، باي لحظة تدخل صالة العمليات بعد ولادة يعني البيبي، يصير عندها مثلا يجوز حتى لاكسي وترصيد جابت توها اوكي وصعدت وهذه ورا يوم ورا العفو ساعتين ثلاثة الرحم ما يعني تقلص بشكل كامل، يصير نزف احتمال حتى تتحول الى حالة طارئة يعني او ينقلع رحمها بالعمليات، نضطر ونضطر نعطي بلازما ودم وكذا وهذه المشاكل كلها، وهي بعدها توها ما صار ساعتين ثلاثه قابل رجعت الفيزيولوجي مالتها حالها حال الحامل تتعامل. اوكي النقطه الثانيه الامرجنسي باي لحظه يجوز هي المريم مسيطرين على ضغطها، اذا ضغط مال الحمل بريجننسي انديوس هايبرتنشن او بري اكلامسيا، تصير باي لحظه كونفولشن او نسميها احنا فت، وبهالحاله تجيك انكونشس او انشمرت خلاص لازم يصير ترمينيشن او يعني نهايه للحمل ترمينيشن اوف بريجننسي. اوكي واكثرهم طبعا ذولي ترمينيشن يكون المفروض جي اي احسن.
Why the pregnant get hypoxia بسهولة؟ ليش بسهولة يصير عندها الهايبوكسيا؟ الأكسجين ساتوريشن ينزل خلال الاندكشن. أول نقطة هي الـ FRC القليل اللي هو بسبب الأوتو كونسبشن وبسبب الـ شو اسمه الـ FRC قليلة وبسبب الأوتو كونسبشن وبسبب الأوبيسيتي وبسبب كل هاي الفيزيولوجيكال تشينجز. النقطة الثانية الـ postural أو supine hypotension اللي يصير لنا زين إذا يعني نايمة فترة طويلة. لذلك قلت لكم left lateral هو الحل الأمثل. زين هي أصلا قلت لكم أنيميا احتمال أو احتمال هي يعني فيزيولوجيكال انيميا، هي اصلا جايتك فيزيولوجيكال انيميا. ممكن تتعالج اذا هي كانت هي الاتش بي مالتها زين، بس اذا هي اصلا هماتين اتش بي مالتها مو زين فبسهوله راح يصير هايبوكسيا. زين احتمال يصير عندك اثناء الاندكشن يصير عندك امبوليزم، اثناء الاندكشن يصير عندك اسبيريشن، كلها راح تسوي لي هايبوكسيميا. زين هسه شلون نحضر للانستيزيا؟ عادي حال حال اي عمليه اتحضر لها اشوفها قبل قبل يوم قبل يومين قبل اسبوع حسب ضغط عندها عندها سكر، يتنظمون اتفق ويا الجراح العفويه ابو الباطنيه شلون ينظم لي سكرها، او جزء احنا ندخلها وننظم سكرها وضغطها وكذا حسب جزء هي ربو جزء تشست انفكشن مو بس هذني الضغط والسكر. زين بس عندي نقاط مهمه كلها بسرعه ما تحاليلها كذا، هذا اهم شيء عندنا بالتشيك ليست. زين شنو نخلي ببالنا سواء كانت هي سباينال يعني ريجينال او جي اي او شوف هو شنو مخطط لها كاي عمليه ريجينال، خلي ببالنا انه هي ما يظن ممكن تتحول الى جي اي، وجي مو بس جي اي ممكن تتحول الى ديفيكلت انتوبيشن. فبالتشيك ليست وبالتحضيرات مالتنا كلها احنا محضرين مال ديفيكلت ايرواي. زين النقطه الثانيه بالتشيك ليست والاسسمنت انه ما ننطي تخدير اذا ما البيدياتريشن موجود طبيب الاطفال موجود حتى يستلم الطفل من عندنا. زين إذا اضطرينا في حالة كلش احتاجينا خصوصا ذني أمهات الضغط العالي خصوصا مو أم البري إكلامسية مو أم الضغط اللي induced by pregnancy، أم الإسينشيال الضغط العالي هي جوز هي أصلا عندها ضغط أو مرة كبيرة حامل زين وعدها أصلا ضغط، هاي إيش راح يصير عندنا؟ مرات نضطر ننطي سيديشن بس نبلغ شو اسمه الطبيب if give sedation نبلغ البيدياتريشن to keep the baby for at least 24 hour for observation، يعني احتمال بأي لحظة خلال 24 ساعة أبنية يطلع يبكي كل شيء ما بيشتغل على الفنتاني بالبيت سكت هناك. أوكي النقطة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة هي البلان مالتنا، أما طبعا هو الأفضل هو الأوريجينال الأفضل وعادة هو الاسباينال أكثر شيء. زين بس ممكن أن تكون إبيديورال ممكن أن تكون كومبايند مثلا هي جاية تسوي بينلس ليبر ولادة من غير ألم فحاطة الإبيديورال كاثيتر تحولت إلى سيزيرين هواي تصير عندنا تحولت إلى سيزيرين ما جابت تحولت إلى قيصرية رأسا لو نحولها إلى سباينال لو يبقى على ونسوي كومبايند لو نبقي على إبيديورال ونزود الجرعة أو نشتغلها وهو هذا أفضل شيء وأمن شيء إن حتى على الأقل يخلصنا من الان اكسبكتد كومبليكيشنز، يعني أكو شغلات مو بانة ممكن أن نسوينا مشكلة مو بانة مثلا هي المرية ما ندري بيها مثلا عندها فتحة بالقلب وسيطرت عليها رغم هذا كله أثناء الحمل رغم أكثر أمراض القلب تظهر خلال الحمل بأول حمل بس مرات ما ظهرت أوكي هي صحتها شوي نوعا ما أحسن بس بالجي أي بعد ما تحمل حامل وجي أي لا يأثر على القلب هاي يسموه ان اكسبكتد كومبليكيشن. زين او هي اتشست انفكشن وعساس جاي تجيب ولاده طبيعيه شنو نسوي وتحملت وتحولت الى قيصريه فهذا تشست انفكشن بحد ذاته. اوكي تجي اي بي لاين عندها تنيمها ليفت تلت لاترال واكسجينيشن خمسه فايتال كاباسيتي ما تعطيها خمسه منت مثل الاوبيز اللي الكتيف لا خمسه فايتال كاباسيتي حتى ما نوبه تنزل لنا ضغطها تسوي لها بوستر او سوباين هايبوتنشن. رابت سيكوز اندكشن اللي هو بروبوفول وسكولين وكريكويد بريجر واندوتراكيال تيوب انفكسيلي تيوب مالتها نثبته ميكانيكال فنتيليشن وسيفو كمنتننس والركروريوم ننطي حتى لو بعد ما خلصان السكولين ونطي الاكسجين 50% والنيتروس اوكسايد 50% والفولايتال اللي هو افضل شيء طبعا سيفو 50% لانه ما يشتغلون على الكارديو فاسكولار بشكل هوايه. زين طلع البيبي ننطي انالجيسيا ننطي سيديشن شرد ننطي خنطي طلع البيبي بعد ريكفري مثل اي بروتوكول عادي. زين عندنا هماتين لا ننسى الspecific treatment of the medical disease عندها diabetic type 1 type 2 خلينا نشوف نقيس السكر لازم قبل العملية لو جايتنا قايستها هسه هي قبل تخلصات العمليات لو انت اول ما تدخل بس طيت التخدير اسن قيسه
احنا عندنا كل هذه هاي بيها مال قياس السكر، وعلى اساس الله تحسب واثناء العمليه تقيسه بعد مرة الثانيه ورا مثلا نص ساعه وقبل لا تطلع تقيسه وعلى اساسه تحسب الانسولين ايش قد تنطي زين، والفلويد مانجمنت ندير بالنا هماتين عليه، هذا موضوع ثاني ان شاء الله تتعلموه، يعني مثلا بالضغط ما ننطي هواي فلويد زين. حط ببالك any complication lead to death، أي complication أي مشكلة من هاي المشاكل اللي ذكرناها الاسبيريشن الديفيكولت انتوبيشن الامبوليزم الدي في تي الهايبوكسيا، كل هاي المشاكل ممكن أنش تتحول إلى death، death المن للمذر، death المن للبيبي أو death to both دراماتيك، صح لو غلط. هاي كل ما يخص محاضرة السيزيرين. Thank you.